المأموم مع الإمام ثم ركع الإمام قبل أن يكمل المأموم الفاتحة، هل يركع أم يكمل الفاتحة؟ نعم، إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، إن كان لم يبق عليه إلا آية أو نحوها يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فحسن، وإلا ركع مع الإمام ولا شيء عليه.